الا كنتي طالب شيرشور دومبلوا اولا اون ريشيرش اكتيف وبغيتي تعرف شنو هما لي كومبيتونس لي بلو دوموندي في القرن 21 هاد الفيديو هذا ليك. بزاف ديال الكتوبة المقالات تكتبوا وبزاف ديال البحوث داروا على شنو هما اكثر لي كومبيتونس اللي مطلوبين في سوق الشغل ديال دابا، علما ان كل خدمة عندها الهارد سكيلز ديالها، يعني دوك لي كومبيتونس سبيسيفيك او دومين. في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لي كومبيتونس ترانسفيرسال او ما يسمى بلي سوفت سكيلز. فسولون لو ماغازين فوربس هادو هما لو توب 4 ديال اكثر لي كومبيتونس اللي مطلوبين بو امبورت التخصص ديالك في سوق الشغل ديال دابا. اولا ديجيتال فلوينسي، اي قدرتك على انك تتعلم وتتعامل مع لوتي ديجيتال بو امبورت التخصص ديالك. ما تنهضروش هنا على لا ميتريز بروفوند اللي غتخليك تولي كتخدم في الديجيتال اولا تعطي ان سيرفيس ولا ان برودوي ديجيتال، ولكن تنهضروا على قدرتك انك تستعمل هاد لوتي ديجيتال، هاد لا ريفولوسيون ديجيتال باش انك تفاسيليتي لو طرافاي ديالك وديال الشركه اللي كتخدم فيها. ثانيا كوميونيكيشن سكيلز، واللي كيبداو بلومباتي بليكوت بلا كونفيونس ان سوا بلا بريز دو بارول ان بوبليك، وكاع الاشياء اللي غادي تخليك توصل واحد الرساله باحسن طريقه ممكنه كساسوا بور لي كولابوراتور او لي كليون ديال لانتربريز ديالك. وهنا واحد النقطه اساسيه، كومونيكي ما كتعنيش بالضروره بارلي، حيت لا بروميير ريغل دو كومونيكاسيون كتقول اون نو بو با نو با كومونيكي، يعني ان توتي كومونيكاسيون اي حاجه كديرها من الباس الحركات الهضره لطريقتك في التعبير على ذاتك تعتبر ان كومونيكاسيون. ثالثا لا كاباسيتي داسيميلي رابيدمون ان شانجمون، لان جميع الشركات كتعيش داخليا وخارجيا دي شانجمون شاك جور au niveau de la communication, de la stratégie ou la tariqa باش كنخدموا. فلا كنتي نتايا ريجيد بحال الحديد لو سيستيم دو طراي في لونتربريز غادي يهرسك. ورابعا واخيرا سيلز اند ماركتينغ سكيلز، شي واحد فيكم غادي يسولوني شنو علاقه السيلز والماركتينغ بمهن بحال الميديسين ولا سينيرمون. اللي خصكم تعرفوا هو اننا من الصباح حتى الليل وحنا تنبيعوا فكره ان شي واحد يهضر معنا، ان شي واحد يخدم معنا. لو فيت انك تقنع شي واحد انه يتفرج في شي فيلم فراك بعتي ليه الفكره. فانك تبيع او لانك دير الماركتينغ لواحد الفكره واحد البرودوي او لواحد السيرفيس خاصك تكون تتميتريزيها بو امبور التخصص ديالك. الا ما استعملتيهاش مع لي كليون ديال لونتربريز غتحتاج تستعملها مع لي كولابوراتور اللي خدامين معاك. فإلا بغيتي تبدا تعلم هاد المهارات هادو بشكل عملي خاصك تبدا بسكون ابيل ان بيلون دو كومبيتونس اللي غادي دير فيه احصاء لكاع لي كومبيتونس اللي عندك دابا واللي بهم غادي تبيع لو بروفيل ديالك الا كنتي مازال ما لقيتيش خدمه، غادي تغاردي لو بوست ديالك الا كنتي ديجا خدام او لا غاتاميليوري لا سيتوياسيون ديالك الا كنتي كطمح لشيء اكثر. اي او ميم طون شنو هما لي كومبيتونس اللي ناقصيني وخاصني نطورهم في راسي في هاد عام عامين ثلاث سنين اللي جايه. ويلا كنتي من الناس اللي هاد الهضره ما كتعني ليهم والو خاصك تعرف بان لا ستاغناسيون هي لو ديبي ديال لو ديكلا. وما تنساش انك ما عمرك تكبر على انك تتعلم وما عمرك تكون صغير على انك تعلم. تلاقاو فيديو جاي من هنا الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم.